طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. الحرية لم تتحقق بسهولة وبساطة، هذه الحرية التي تعيشونها. قوم اتحرك يوم النعاجة بركت. هذه الحرية التي تتابعون أكبر مسؤول في الدولة، رئيس جمهورية ورئيس وزراء وغيره، وتحاسبوه على راتبه، كم يستلم من الراتب، ونقلل هذا الراتب ونضيف هذا الجانب. أنا شخصيا مطشر السامرائي وعارض إلغاء رواتب التقاعد مال البرلمان. تعرف ليش؟ لأن أنا إذا ألغى الراتب التقاعد مالي ومرتي وجهالي داحوا مثل ما هس الشعب العراقي البائس. هذه فرصة تاريخية للعراقيين جميعا أن يعطوا من إبداعهم في بناء هذه الدولة. أمامكم فرصة عظيمة، لا دولة مثلكم في المنطقة، لا دولة مثلكم أيها العراقيين. في المنطقة لا دولة مثلكم أيها العراقيون. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نتحدث في هذه الحلقة حول ما جاء في كلمة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يوم أمس، حيث أكد بأن التوافقات لم نجني منها إلا الخراب، التوافقات لم نجني منها إلا الخراب، وأشار إلى أن الأغلبية السياسية هي خيار الائتلاف الأول والوحيد. المالكي في كلمة له يوم أمس في العاصمة بغداد قال بأن على الجميع المشاركة في الانتخابات لكي نعزز، كما قال، عملية بناء الدولة وتحقيق الإصلاح الاقتصادي ومعالجة البطالة وتوفير فرص العمل وفتح آفاق جديدة للشباب. شدد على ضرورة إحداث نقلة نوعية، كما قال، في مستوى تقديم الخدمات. تابع أن هذه الخطوة لن تأتي إلا من خلال التكاتف وإيجاد حكومة قوية قادرة على حفظ هيبة الدولة وإحداث التطوير المطلوب في كافة المرافق. أعرب عن أمله في أن يحقق ائتلاف دولة القانون وضمن مشروعه الأغلبية السياسية آمال وطموح أبناء الشعب العراقي، ويحول أهدافه ومشاريعه إلى واقع ملموس. المالكي أكد إلى أن الأغلبية السياسية أصبحت هي الخيار الأول والوحيد لائتلاف دولة القانون بعد التجارب السابقة التي، كما قال، بنيت على التوافقات والتي لم نجني منها إلا الخراب وتعطيل الخدمات. أشار إلى أن الأغلبية لا تعني تفرد مكون كما يحاول طبول التوافقية الإيهام به، بل هي أغلبية سياسية وليست مكونات، وستضم ممثلي جميع الأطياف وفق رؤية وطنية واحدة تجمعهم، وليس كما حصل سابقا. كما قال، هو أكد بأنه محاربة الفساد والإرهاب والمحاصصة لن يتحقق إلا عبر الأغلبية السياسية، فيما حذر من المخططات الرامية إلى مقاطعة الانتخابات التي تسعى لها بعض الجهات المدعومة من الخارج. هذا الحديث، حديث الأغلبية السياسية، ليس بجديد على رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي نوري المالكي، ولكن اليوم يتجدد من قبل نوري المالكي بتشكيل حكومة أغلبية سياسية. كنا نتذكر بأن فترة من الفترات، وكانت طويلة، وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والمخابرات والمالية كانت تدار من قبل نوري المالكي في ذلك الوقت. هناك يعني من السياسيين تحدث بعد هذه الكلمة عن أي أغلبية سياسية تحدث نوري المالكي، وقد
تولى رئاسة الحكومة لمرتين على مدى 8 سنوات، وحصل ما حصل للعراق من خسارة اقتصادية كبيرة ومن ضياع أراضي كبيرة بيد تنظيم داعش، ومن الطائفية التي كانت سياسة متبعة في عهد نوري المالكي. لماذا اليوم يصر نوري المالكي على موضوع الأغلبية السياسية؟ إذا كانت الحكومات السابقة كما يقولون طبعا تجري تحت عنوان التوافقية والمحاصصة، وحدث للعراق ما حدث، فكيف إذا تم تشكيل حكومة أغلبية سياسية؟ طبعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كذلك يوم أمس دعا إلى إشراف أممي مستقل على الانتخابات المقبلة، وتحدث في تغريدة له على تويتر بأن الانتخابات التشريعية على الأبواب، ويوما بعد يوم يزداد قلقنا من التزوير، لذا ندعو إلى إشراف أممي مستقل لكي تحفظ الانتخابات شفافيتها ونزاهتها وعدم استمرار الفاسدين في الحكم كما قال. أضاف: كما ونهيب بالكتل السياسية التعاون من أجل إنجاح الانتخابات ونزاهتها، بالمطالبة بالإشراف المستقل والنزيه من غير تدخل بشؤوننا ومن دون تدخل دول الاحتلال دول الاحتلال كما قال. نريد أن نستمع إلى آرائكم وأصواتكم أعزائي المشاهدين حول موضوع أو ما قاله نوري المالكي يوم أمس حول تشكيل حكومة أغلبية سياسية. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم أستاذ عمر وعلى كذا القرآن الرابدين. وعليكم السلام ورحمة الله. والله أستاذ أنا سمعت إلى كلام هذا الفاشل، هذا القاتل المجرم والسارق أيضا، طبعا قتل استخدموه الأمريكان أجلكم الله كمطية لتحقيق حياتهم. 8 سنوات دفعوا عنه. شوف 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 الأمريكان لا عندهم لا صاحب ولا صديق، ما عندهم أبد، لا عدو ولا يعرفون شنو عدو لهم. دولة عظمى قوية، ما يهمهم نوري ولا غير نوري ولا إيران ولا روسيا ولا غيره وغيره، فاستخدموهم كدابة أجلكم الله لتدمير هذا البلد. وهو يعرف كل زين وكلهم شركاء وياه بالعملية هذه السياسية الفاشلة القذرة أجلكم الله اللي يستخدموها ضد هذا الشعب ودمروا بها الشعب، ولحد الآن بعد ما يركضون وراء الزبالات وراء القذارات بحيث بلكة يحصلون عليها. لا لا نوري انت انتهيت بعد، مربوط كبرى وديحوك بالشوارع خلاص، فصرت انت مثل اجلكم الله الكلب المسعور، ماكو مو مسعور تجاوز ارجوك. نعم خلي يعرف، خلي يعرفون جماعته واتباعه كلهم، خلي يعرفون وكلهم مشتركين بعمليات القتل والسرقة، فاللي تعرف انه ذول الويات كانوا وياه بالحزب او شركاء او اللي كانوا يتلوقوا له من اتحاد اللوجية، ماذا أقول القوى اللوجية، قوى اللوجية هالقد ماكو يا باللواقة يتلوقوا له كالقوية بالملايين وبالمليارات، ماكو هسه اليوم بايعين زين. ولحد الآن لحد الآن تشوفهم يطلعون ينبحون على القنوات الإعلامية، ها ينبحون نبح ماكو، يقول فساد وفساد، فما حد يقدر يجيب طالب واحد، ما حد يقدر يجيب اسم واحد. أتحدى إذا بيهم واحد ذكر يجيب طاري اسم نوري أو حيدر، حيدر زين هذا صاحبك بالحزب الدعوة، رفيقك بالعقيدة الدينية وبالعقيدة السياسية والحزبية. نعم. زين أنت شلون تبيعه وتحاربه؟ على أساس تبيعه وتحاربه وتنفصل عنه؟ هي هاي 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 الأخوة مالتكم؟ هي هاي الحرامية؟ فأنا ذكرت على قناتكم عدة مرات أستاذ، قلت لك الله يسلط الظالم على الظالم، هو هذا حيدر هم بيستخدموه طبعاً. وأنا تعجبني التغيير العظيم اللي بيجري بالإدارة الأمريكية، هذه الفريق الجديد الجاي بالإدارة الأمريكية قسما بذات الله إيديه والنار، إيديه والنار، ما يرحم لا أمه ولا أبوه ولا يعرف أحد. أبو عمر ليش إحنا دائما نعول على الأمريكان والأمريكان هم اللي جابوهم وهم اللي دمروا البلد؟ ليش هذه عقليتنا إحنا دائما نعول على كل حكومة أمريكية جديدة تجي؟ وهو الظالم جابهم، انت ما جبتهم ولا سعد الشعب بعد يركض وراهم 15 سنة هسه شوية بالأخي على أساس صحة وعرف ما أدري شنو، بعد ما قتلوا وسرق من المناطق أهل السنة ذبحوا واختصبوا نساء وقتلوا أطفال ولحد الآن جسد ما زال تحت الأنقاض،
هسه شوي على اساس والله صارت عنده غيره صحه، هذا يصحى بيصحى. انت لو تجي للحقيقه يا استاذ عمر، خلينا نحكي الحقيقه، خلينا ندق مثل ما يقول المسمار بقصتهم، نقول لهم انت كل محافظه من محافظاتكم عندكم ما يقارب 100,000 مقاتل شايل سلاح من الميليشيات طائفيه، من جيش طائفي، من شرطه طائفيه، من اجهزه امنيه طائفيه، تقتل بهذا الشعب، تدمر بهذا الشعب. نعم ابو عمر من سليمانية كان معنا. معنا اتصال ام ازهار من بغداد، تفضلي ام ازهار. السلام عليكم. وعليكم السلام. احييك واحيي هاي القناه العظيمه وعامليها. اهلا بك. بالنسبه الى نور المالكي، نور المالكي يظهر انه نزع الحياه اساسا من راسه الى اساسه، يريد يسوي اغلبيه سياسيه. هو سوى حتى أغلبية سياسية 2 سنوات، دمرها للبلد، دمرها. وهو جاسوس لإيران، هو يشتغل بالمنظمة الجاسوسية لإيران، وإيران تتوجهه هو يقود يسوي. أما العبادي اسقوده أمريكا، فإحنا مستعبدين من أمريكا وإيران وإسرائيل. فإذا ما الشعب ينهض، وإذا ما الشعب يخلي إيمان قوي بهذا البلد ويريد يعمر هذا البلد، إحنا هذول القتالات كلها بس فينا، كلها هاي الأحزاب من دينية من إسلامية إلى دعوة إلى حزب بدر إلى آخره، كلهم هذول مستوردين من إيران وأمريكا وإسرائيل. وكلهم عنصريين، وهم مبدأهم انهم يستحولون على هذا البلد أمواله ويخربون هذا البلد، وخربوهم. فيا شعب انهض، يصح للانتخابات ولا تنتخب، لان هذول اذا انتخبتهم فانت كاسب مثلهم. يعني حتى يقولون اكو قوائم بها ناس طيبين، لكن هم حتى اذا اكو ناس طيبين راح ينتخبون بالقوائم، فهذول يزورون. ايران مزوره، ايران مزور. يعني انا انصح كل عراقي شريف عنده مبادئ اخلاقيه لهذا البلد ويحب بلده لا يروح للانتخابات ولا يعترف بهاي الزمره الموجوده. وانا اشكرك. ام ازهار من بغداد كانت معنا. معنا اتصال احسان من بابل، تفضل احسان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أشكرك أستاذي، وأحب أتداخل لك مداخلة بسيطة حول موضوعكم اليوم وحول الانتخابات، وأرد رد بسيط على الأخ أبو عمر من الموصل. تفضل. من سليمانية. لا يا عزيزي يا أبو عمر، أنت لك رأي وأنا لك، أنت لك رأيك وأنا لي رأيي. نعم. أنت تقول المالكي والمالكي، لا يا عزيزي، قسما بذات الله، الخل الفقير يمشي بالقانون ويستعد، وخل الخير المالكي. وانا اشهد الله لا من المالكي ولا من المالكي، بس المالكي رجل دولة صحيح وحقانه صحيح، بس الاحزاب الشيعية والسنية ما تريد للخير وما تريد الخير للعراق. زين ماشي احسان. انا رئيس وزراء. وثلاث ارباع الانفجار هو اللي انتم اللي سويتوها يا اخوان. شلون؟ عيد بالله العبارة الاخيرة. ثلاث أرباع الانفجارات والذبح الصار من 2003 لحد الآن هو أنتم أبناء العامة. ها يعني تتهم بها السنة أنت مباشرة؟ نعم مباشرة، من 2003 لحد الآن، لأن الذبح وأزيد من 1,450,000. مليونين وأربعمائة. هسه أنت بقناة الرافدين إذا عندك إيراني طلع بالشاشة وقول إيراني. لا إحنا إذا نتحدث، انت دعا تتهم اتهام تقول من 2003 لغاية الآن أهل السنة كتلوكم، انت تقول. نعم مو كلهم، انا ما اقول كلهم، بس هم نعم. اقول لك يعني العمليات تسوى ابناء العامة من 2003 لحد ماشي. الآن انت اذا تتحدث بهذه اللغة ماشي، اذا تتحدث بهذه تمام. والله ما تقدرون، الرجل دولة ورجل دافع عن الشهداء. اي الامريكان جابوا ابو احسان، أو إحسان من بابل، إذا أنت تتحدث بهذه اللغة فأول من فجر في العراق هو حزب الدعوة اللي ينتمي إلى نور المالكي، الجامعة المستنصرية والسفارة العراقية ببيروت بالثمانينات، والتفجيرات كثيرة حدثت
في العراق في الثمانينات وكذلك في التسعينيات. هذا إذا تحدثنا على حزب الدعوة واستهدف ناس أبرياء طلاب في الجامعة المستنصرية وغيرهم. نعم أعرف انقطع، خلينا أكمل كلامي. أما أنت تتحدث عن بعد العام 2003، طبعا بالمناسبة حزب الدعوة كان يقاتل مع الجيش الإيراني ضد الجيش العراقي في ذلك الوقت. بعد العام 2003 وجدت هذه الحكومات اللي أنتوا يعني يبدو أنه أنت مكيف عليها وعلى الوضع اللي صار بالعراق. المالكي لزم بالعام 2006 وبوصاية أمريكية تولى رئاسة الوزراء بدلا من إبراهيم الجعفري بعد تفجير المرقدين في سامراء. وحتى إبراهيم الجعفري في ذلك الوقت وباعتراف السياسيين رفض إعلان حالة الطوارئ، وتحدث عنها حتى السيد مقتدى الصدر، قال ردنا أنه يتم إعلان حالة الطوارئ، ولكن رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري اللي ينتمي إلى حزب الدعوة ورفيق درب نور المالكي رفض إعلان حالة الطوارئ وصارت الطائفية في العراق. بعد خروج القوات الأمريكية في العام 2011 تقريبا آخر قوة طلعت، بدت الطائفية تزداد أكثر في العراق. يعني سجون سرية مرتبطة بنور المالكي، خطاب الطائفي زين أنت تجي تحبس مئات الآلاف من الناس بذرائع واهية، والله لأنهم سنة كما تقول أنت طبعا بلغتك، وتقول وتحمل أهل السنة في العراق منذ العام 2003 ولغاية الآن ذبحوا أكثر من مليونين. زين أنت إذا نور المالكي دولة وتقول رجل دولة يسقط نصف العراق بأيام، عن أي دولة؟ مجزرة سبايكر اللي صارت راحوا بها أبرياء 1700، وين التحقيق؟ هو مو القائد العام للقوات المسلحة؟ يعني إجا تنظيم إرهابي. إذا أنت تتحدث بهذه اللغة هم يطلع لك واحد سني يقول لك والله أنتوا الميليشيات الشيعية قتلت أهل السنة في العراق، وتظل هذه الطائفية وهذا الخطاب الطائفي ما راح ينتهي. إحنا ما نحمل مذهب كامل بذنب مجموعة قليلة، إحنا نحمل اللي قام بهذا العمل. إذا إحنا صح مسلمين وناس عندنا إنسانية وعندنا وعي وعندنا قانون، ما يصير أنت تحمل جريرة ذنب بآخرين. اللي عمل هذا العمل هو يتحمل عمله، ما يتعم. يعني أنت الآن تتحدث عن 1,400,000 مسلم في العالم تقول قتلوا الشيعة في العراق، هذا غير مقبول. معنا اتصال أبو علي من كربلاء، تفضل أبو علي. الله يسعدك عمي، الله يسعدك، الله يعطيكم العافية، الله يجازي ميزان حسناتكم، الله يحفظكم جميعا. أعطيني شوية مجال، هذا ورم قلبي جاي يحكي. أنا شيعي، ابن شيعي، نعم، وأعرف عشتي هذولا. أنا هسه أدافع عن السنة حقيقة. أولا يا أستاذ عمر، إحنا ما نكره واحد إذا هو زين. إحنا من هذا قاعد نحكي بالفضائية وقدام العالم، نعم، وقدام الأمم. إحنا نقوي الصحيح وننزل الباطل، سواء إن كان أخوي، سواء إن كان شيعي، سواء إن كان... للأسف هاي الأشياء. نعم. أنت خوش حكي تحكي، يعني ليش نعول لو على إيران، لو على أمريكا، لو نعم. على وليش شلون صاروا وليش ما يجونه هم اللي يبدلوا وكل ما يجري. هو الرجل أبو علي، أبو علي الرجل نور المالكي بعظمة لسانه قال إحنا السياسيين فشلنا والمفروض ما يكون لنا دور بمستقبل بناء العراق. فسأل المقدم في وقتها على قناته، قناة آفاق، قال لحتى أنت، قال لحتى آني، إحنا فشلنا، المفروض ما يكون لنا مكان في المرحلة المقبلة. هم الجماعة مصرين على هذا، على هذا المنصب. والمستفيدين طبعا من نور المالكي وجماعته ينظرون إلى أنه رجل دولة، ضيع أكثر من مساحة نصف العراق والبلد مديون. وقالها رئيس الوزراء حيدر العبادي، قال أنا أستلم خزينة الدولة فارغة. هذا مو من حزب الدعوة، لو من قناة الرافدين، هذا من حزب الدعوة. الرجل رئيس وزراء قال احنا استلمنا خزينة الدولة فارغة، وقالها بس ما ذكر اسم نور المالكي، قال يحاول العودة الى السلطة والى اخره ولن نسمح له. هذا وياه بحزب الدعوة، وهم حملوه، هم حملوه المسؤولية. اللجنة البرلمانية بال2015 حملت نور المالكي المتسبب الأول بسقوط الموصل وبمجزرة سبايكر، هم حملوا سياسيين ونواب من جماعته.
من حزب الدعوة ومن التحالف الوطني ومن الأحزاب الأخرى. ألو. نعم أبو علي أسمعك تفضل. أولا راح شوية أسر علينا أنا ما أرد أخذ أشوف منجزات المالكي. منجزات المالكي ضيع الأنبار وهو ادعى قال داعش صار له 11 سنة يسوي أنفاق. أنت وين كنت؟ نعم. هذا الهاشم الفارق الهاشم أتذكر كان معاون رئيس الجمهورية. نعم. من طلع الكردستان قش قال هذا قاتل وهذا وما خلى يجي هاي المخالفين. اثنين أخذ ولد الخايبة اللي من الرميثة ومن السماوة ومن الديوانية ومن الناصرية وين وداهم بسبايكر وهو سبب قتلهم كلهم. نعم. أربعة كانت خزينة انفجارية بعيد سيد مقتدى صدر قال ربعها 25% وزعوها على العراقيين الفقراء ما قبل. انت بيدك السلطة جار 500-600 وعندك مدريش كم فيلق بالآلاف 45 مدريش قاد وضيعتها. والثاني لي اول ما وجه الاتهام الى نور المالكي. نعم. بعدين ما ادري شلون يفتحون على التحقيق وما ادري شو هو هم كلهم ويا حكومتنا اكل واسكت واخذ واسكت وطيني واطيك. نعم. هاي منجزات الاكثر. احنا شو استفادينا من نور المالكي؟ نعم. يا اخي الاكثريه يعني الاكثريه راح تصير شيعه وراح تصير طائفيه والقائل اخرين. انا تجاوب. نعم. انا تدعش عن السنه المساكين او كل العراقيين المساكين. نعم. اولا ولاهم لايران ولاهم للسعوديه. السنه اثبتوا ولاهم للعراق. نعم. صور الخامنئي والخميني ولبيك يا حسين ويا لثارات الحسين ما عندهم السنه ولا سووا ميليشيات. المهم. نعم. المهم هذول الصحوات لما نور المالكي قال لهم انتوا طردوا القاعدة. نعم. طردوا القاعدة وقال لهم بعدين صفاهم كتلهم كلهم كتلهم. نعم. الضباط كتلهم الناس. نعم. طلعت مظاهرة ايش قالوا؟ قالوا ابويا المجرم ذبحه كتلة بس انت مو عميد عقيدة تخليه باعتقال على الشارع. نعم. هو من سوى داعش يعني اني عقيد او اني عميد او اني وزير في ذاك الزمان وكنت اخدم بلدي مو صدام حسين. يا جماعة الخير مو صدام فرقوا ما بين العراق وما بين صدام ما بين المالكي وما بين العراق. فكروا العراق احنا الحكومات تروح احنا نفكر شعوبنا. انت لما تجي تأتي السنة ايش سووا لحد الان ايش سووا؟ انت لما تجيب عميد وعقيد وتخلي بيجي قاهر مو يجعل اني من الناس وانت واي واحد شو يسوي روح داعش يطلع كل مكان قلت عيال ما عندي سواء صح او باطل. يا اخوان انت ليش تفكر سني وشيعي؟ وين الولاءات اللي عندهم ملال السعوديه السنه عندهم صورهم يترمون سووا ميليشيات سووا اثبت التاريخ من الدوله الطاهريه الدوله السلجوقيه الدوله البوهيه الدوله الصفويه الدوله الخمينيه الدوله العراقيه الدوله العبيديه الدوله الفاطميه كلها كانوا شيعه كلها بالدماء دماء دماء. يعني ماكم فكروا يا اخوان يا احبائي يا عزاني خادمكم فكروا بالعراق. نعم. ليش تحكي دائما انت تهيج الفتن انت تدري قاعد يسوون بحزام بغداد من اليوسفيه للمحموديه للطارميه الجلف والسخر ايش قاعد يسوون؟ يا اخي الله يقول ولا تزر وازره وزر اخرى. نعم. يا اخي انا يا ابوي داعشي انا شنو ذنبي؟ الطفل شنو ذنبه؟ المراه شنو ذنبه؟ نعم. انت لما تسوي هيك ليش يعني شو ذي فقط ليش تحكي دائما من الاخوه الاعزاء كل احترام وتقدير لهم بعضهم من باب الاتصال والله ايران تاج على راسك والله ما ادري شو انت شو استفدت انت تعرف ايران عايش ثلاثه انت عايش بايران واعرف وزيد اللغه الفارسيه يحتقرك يا اخي لانك كنت عربي والله. نعم. ابو علي شكرا. ابو علي من كربلاء كان معنا اتصال. ابو ناصر من تركيا تفضل. ابو ناصر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. احنا اليوم بدنا نتكلم على موضوع الأغلبية السياسية، هذا المشروع اللي دائما يتمسك به نائب رئيس الجمهورية نور المالكي. شنو رأيك بتجديد أو طرح هذا الموضوع مرة ثانية؟ والله أستاذ عمر أنا أريد أوجه بس كم كلمة لنور المالكي. أريد أسأله أقول له هو منو دمر العراق ومنو زرع الطائفية بين أبناء الشعب غيرك أنت؟ منو ضيع 6 محافظات غيرك؟ منو ضيع أو سرق بالأحرى 100 ألف مليار دولار
ألف مليار دولار من أموال العراق غيرك؟ من يسلم العراق الإيران غيرك؟ 8 سنوات كانت سوات تعتقل وتقتل شباب السنة، 8 سنوات وأنت تنهب العراق وحمودي ابنك يصول ويجول ويسرق قدام عيونك. من يسوى المجازر؟ والله لو غيره واحد وعنده ذرة كرامة ما يطلع من بيته، والأصح يدفن نفسه. والحد الآن هو يسرق وينهب وجماعته يصولون ويجولون. سأل نفسه المالك منين جمع هاي الثروة اللي عنده هسه اللي يقدروها بأكثر من 50 مليار دولار؟ اللي يعني والله فشي عجيب، اللي يملكها هاي منين جابها؟ كافية مالك، اتقي الله بهذا الشعب. وإذا أحد من المواطنين ينتخبك فهو بالتأكيد شريك وياك بدمار البلد. وأريد أحكي ويا يعني هناك اليوم يعني داخل حزب الدعوة والاجتماعات جماعة أريد يتفقون على اسم، وتقريبا المؤشرات والحديث من داخل يعني حزب الدعوة الترشيح لحيدر العبادي رئيس الوزراء السابق نور المالكي، يعني يبدو مستقتل على موضوع أنه يتولى ولاية ثالثة في العراق. هو ما كفى الدماء اللي سالت بالعراق بزمن الفترة اللي حكم بها البلد، فيريد يزيدها بعد أكثر وأكثر. وكل كل الناس تعرف، كل مو بس العراقيين، كل الناس كل الدول تعرف بأن المالكي هو سبب دمار العراق، هو سبب ضياع 6 محافظات عراقية، هو سبب المجازر اللي صارت في سبايكر. أريد أسأل الأخ هذا اللي يعني ما نريد إحنا نتطرق، بس هو أنت فتحت هذا الموضوع الخطاب الطائفي، يعني نذكر واحدة من عندهن لما شبه الوضع الحالي بوضع قبل 1400 سنة، لما اتهم أهل السنة بأنهم أحفاد يزيد وهو على أساس من أحفاد سيدنا الحسين عليه السلام. هذا خطاب رئيس وزراء، رئيس حكومة المفروض اللي بيها مكونات سنة وشيعة وأكراد ومسيحيين، هذا كان خطاب الرجل في ذلك الوقت. وهذا الخطاب مال أستاذ عمر والله العظيم حتى الإنسان الجاهل المفروض ما يحكيها، لأنه هذا هاي طائفية. نعم. تزرع طائفية بين المواطنين، بين هذا الشعب اللي مكون من عدة طائفيات. نعم. أنت لما جيت تحكم للشيعة استلمت الحكم للشيعة، لو استلمت حكم العراق بكل طوافة. نعم. ليش هالطائفية هاي اللي تزرعها بين الناس؟ ليش هالدمار هذا اللي دمرت به البلد؟ ما خفت الله؟ زين. يعني أوكي، يعني ربما أكو مستفيدين كانوا حوله في ذلك الوقت والآن. زين، بشكل عام المحافظات الجنوبية، يعني نشوف إحنا الوضع، البطالة، ونشوف الخدمات، نشوف النفايات اللي في محافظة البصرة وغير محافظة البصرة. أي شنو الإنجازات اللي قدمها؟ إذا نتحدث باللغة، لغة بعض الناس، ماذا قدم المالكي لمذهبه؟ ماذا قدم للعراق؟ أي المشروع التنموي الاستراتيجي؟ يعني مثلا سووا مثلا جسور، بنوا مدن جديدة، مثلا شكل فارق بخفض مستوى البطالة أو الفقر أو إلى آخره. شو المستويات ما شاء الله بارتفاع، واليوم عندنا بغداد أسوأ مدينة للعيش للمرة العاشرة ما شاء الله على التوالي، للمرة العاشرة على التوالي أسوأ مدينة للعيش. يعني لربما يعني الصومال أحسن من بغداد طلعت بحسب هذا المؤشر الدولي. وهذا السؤال أستاذ عمر إحنا ما نريد نجاوب عليه، خلي هو يجاوب عليه. يعني قاطعتك على هواية، نجي على فترة المرجعية. المرجعية الدينية قالت المجرب لا يجرب قالت. يعني إحنا إذا خلينا نمشي على هذه الكلمة، جربوا الشعب 8 سنوات وحصل ما حصل من البلد. ما سمعت العبارات الأخيرة من حضرتك. نعم تفضل. ألو أسمعك أستاذ عمر. يعني المفروض بالمرجعية إذا هم يريدون مصلحة العراق، وأنا متأكد ما حد يريد مصلحة العراق بالوقت الحاضر من اللي دا يحكمون البلد، سواء كانوا سياسيين أو مرجعية أو برلمانيين، المفروض بيهم يقدمون المالكي للمحاكمة، يقولوا له أنت سبب دمار وضياع البلد، أنت سبب البطالة اللي منتشرة بالبلد، أنت سبب ضياع آلاف من المواطنين، وسبب ضياع 6 محافظات عراقية.
انت السبب بكل اللي حصل من جرائم بالبلد، وبعدك لحد هسه تتقاتل في سبيل تحصل منصب جديد وترجع تدمر البلد من جديد. والله العظيم اللي ينتخب المالكي هو شريك وياه بالجرائم اللي تحدث في العراق. المفروض بكل المواطنين يقاطعون حتى الانتخابات بصورة عامة. كافي لحد الآن واللي صار بينا كافي، والمفروض يثورون ثورة كاملة ضد هذول الطغاة المجرمين اللي ضيعوا بلد بأكمله، بلد حضارته أكثر من 6000 سنة دمروها خلال هالفترة هاي من 2003 إلى هسه. نعم أبو ناصر من تركيا كان معنا، شكرا لك. أعزائي المشاهدين مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. نقرأ بعض رسائل واتساب. يقول ابن العراق: فقط في العراق الانتخابات تكون بطريقة لا تمت لكلمة الانتخابات بصلة، لأنها ليست نزيهة وليست شريفة كما يقول، وكل من يروج نفسه يروج بطريقة فيها من السقوط والانحدار ما يكفي. ورغم هذا كثير من الناس يذهب ويصوت لأولئك المرتزقة الذين يعتاشون على قوت الشعب ويروجون لأنفسهم من أموال الشعب. معنا اتصال ابو عبد الله من لندن. تفضل ابو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شنو رايك بموضوع الاغلبيه السياسيه اللي طرحها نوري المالكي؟ الرجل يقول لك احنا الحكومات التوافقيه ما حصلنا منها الا الخراب. يا اخي الكريم عمر، الله عز وجل يقول ان الله في قران، هذه ايه قرانيه، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب في الصدور. فنوري مالكي وأتباع نوري المالكي قلوبهم أعمى، يعني يتناقضون تناقض شديد. مثل ما قلت، هو شخصيا يقول كلنا فاشلين، هو يقر أنه فاسد، ولا هو يقول أن لا يكون لنا دور في العملية السياسية المستقبلية. يا رجل قال إحنا فاشلين. إيه نعم، هو شخصيا بعضة لسانه. نعم. فأنا أقول هذه التناقضات وهذا التخبط كلها بسبب خلل في العقول، من كثر اللطم صاير خلل في عقله. هو من جهة يقول أخذنا الحكم، يعني يقول رجل قانون، وإحسان هذا من باب اللي يقول هو رجل قانون، هو يعني يدعي أنه دولة القانون ورجل قانون ويجب أن يكون حكم القانون. كيف رجل قانون ورئيس دولة يعني يقول أخذنا الحكم وما ننطيها، يتلفظ ألفاظ طائفية بغيضة. يقول أخذنا الحكم ما ننطيها. يا أخي عمر، يعني ما أعرف والله إيش أقول يا أخي. يعني ما يرى هذا الخراب اللي سواه، هذا القتل، هذا التدمير، هذا يعني، وما هذا، لأنه في بعض الناس يعني يتبعون اتباع أعمى. نعم. يعني الله عز وجل عندما يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون، أو لو كان آباءهم لا يعقلون شيئا أو يهتدون، فهذا اتباع أعمى. نعم. يعني هناك يعني هذا وين، يعني إمام، منهج إمام حسين وين، منهج الرسول وين، منهج الصحابة وين، هو هذا في وادي وهذا في وادي آخر. يعني خرب البلد، دمر البلد، وفوق هذا يأتي إحسان يقول والله هذا رجل قانون.
طيب تعال شوف دول يعني مثل ما قلت الصومال افضل من بغداد، يعني شو دول اوروبيه، يعني اي واحد يتلفظ بكلام طائفي يعاقب. هنا في بريطانيا رجل قانون غير يعني المسلمين ما شاء الله، يعني تعال شوف احد لا 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 احد يتجرأ ان يقول له انت مثلا سني او كذا، اي دول اي رجل قانون. انا عجيب يعني اخي. فهو يعني يعني اقول لك اخي عمر، بالنسبه انا تصريحات اياد علاوي في احد تصريحاته على قناه العربيه يوم اجرى الانتخابات قال الامريكان يريدون رجل يكون مرغوب لدى الايرانيين وانا لست مرغوب لدى الايرانيين، فالامريكان جلبوا المالكي، وفوق هذا مالكي يهدد الامريكان يقول راح اذا ما يطلعون راح نطلعهم بالقوه راح نشكل مقاومه. فاذا وقيس الخزعلي البطل الاسد الذي يقول يعني هؤلاء الاحفاد من اولئك الاجداد ويهدد الامريكان، فنريد صدقني يا اخ عمر الامريكان يستخدموهم، هذول اغبياء حشاك، اغبياء يستخدموهم، دمروا البلد، قتل الاطفال والنساء. صدقني يرسلوهم الى طهران يلطمون. استخدموهم وراح يعاقبوهم. ابو عبد الله من لندن كان معنا اتصال اخر. عمر من بغداد، تفضل عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك اخي؟ اهلا بك. انتوا ليش تنكرون منجزات المالكي؟ عدد لنا اياهم. عدد لنا اياهم. المقابر. المقابر من وسعها؟ نعم. ها؟ المقابر اقعد وسعها هو. الطائفية من وسعها؟ نعم. هاي مو منجزات؟ نعم. يجي بعد بشار وبعد هتلر. يعني نعم. شردهم بعد. نعم. هذا انجاز لو مو انجاز؟ والله هو الانجاز يكون باي ميدان، يعني هذا الرجل امكانيته بهذه. نعم. صحيح لو لا؟ انا اشكرك. شكرا عمر من بغداد كان معنا. ام عبد الله من بغداد، تفضل يا ام عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. تحياتي لحضرتك ولجميع العاملين في القناه والشعب العراقي البطل. اهلا وسهلا. استاذ احنا مقبلين على انتخابات، وهاي الانتخابات اعتقد انه ما راح تكون صحيحه، واعتقد انه تكون فاشله. السبب انه الشعب هو السبب في فشل الانتخابات واختيار نظام الحكم في العراق. لان الشعب هو انا اعتبره هو المسؤول الاول في اختيار المسؤولين السياسيين. واختاروا رجال غير مهنيين وغير وطنيين وغير كفؤيين وغير كفؤيين، فلهذا أنا أعرف أنه الطامة الكبرى اللي يعيش الشعب العراقي هو سببه. فأكثر السياسيين منقسمين إلى قسمين، سياسيين هم اعتمدوا على المخصصة وعلى الطائفية وعملوا ما عملوا بالعراق، وأكو سياسيين كفؤين لكن هم مهمشين وغير مسموح لهم بأي قرار يتخذ من قبلهم. فخربت القوانين في العراق والأنظمة، وأصبح المسؤول يستهتر بقوانين الشعب وقوانين الأنظمة اللي موجودة في العراق. فغبوا كلهم كثير من المعتقلين في سجون العراق من الشيعة والسنة. وهسه إحنا بنقوم هسه الاعتصامات اللي ظهرت بعد ما اتحمل الشعب العراقي الضيم من هذه الحكومة، يعني وخاصة بعد ما دمرت المحافظات الكبرى اللي موجودة في العراق عن بكرة أبيها. المسؤولين أخذوا يعني لاستهتارهم بموازين القوة في العراق ونبذ الشعب العراقي، وأصبح الشعب العراقي يطلع حسه لأنه كتل الجوع، كتل الضيم، كتل ماكو خدمات. أبنائهم أكثريتهم من قتلوا عن طريق العسكرة. نشوف كل بيت فيه شهيد أو شهيدين. يعني هذه حتى المسؤول بحد أنه ما قام يحس بمعاناة الشعب العراقي. بالإضافة إلى كثرة الأموال اللي نهبت من العراق، أخذوا قاموا بعملية جعل وطن لهم في دول كبرى، ويعيشون هسه في احضان دول كبرى او دول اقليميه. فهذه الاخطاء اللي بنعيشها احنا هي اخطاء الانتخابات اللي موجوده
يعني احنا مدى راح يعني ما قفد رجل كفو هسه الانتخابات، هم نفس الوجوه نفس الوجوه ونفسهم راح يجون الى عتبة الحكم. نعم. فاحنا المفروض احنا العراقيين على عاتقنا انه مسؤولية وطن وطن انتهت. نعم. اموال راحت، دماء سكبت، فاما نختار الرجل الصالح واما انه ما ننتخب اي شخص. نعم. حتى احنا ما انتخبنا استاذ، فاحنا ترى هي موجوده الانتخابات، ترى والانتخابات انا اعرف انه كل فتره اللي يقوم بها انتخابات هي محسومه قبل وقوع الانتخابات، فما دامت وجود المخاصصه طبعا الظواهر السلبيه راح تستمر. نعم. والمالكي سيد المالكي انه معول على نفسه انه رئاسه حكومه رئاسه الوزراء. نعم. ثقلها الكبير في الانتخابات، وحتى اذا دخلت دول اخرى مثل السعوديه مثلا او امريكا او تركيا. نعم. لانهم ساعدوا الجيش العراقي في القضاء على داعش. كل هذه احنا ما بدنا ننتخب رجال تضم كل الاقليات العراقيه، فلهذا انا اعتبر انه المسؤولين خاصه السيد مقتدى الصدر ما قام بعمليه توعيه الشعب العراقي بانه هي الحكومه هذه. نعم. عبد الله ام عبد الله من بغداد كانت معنا، شكرا لك. نقرا رساله واتساب يقول ابو عارف من بغداد: حكومة الأغلبية السياسية التي يطالب بها المالكي هي قائمة منذ العام 2003، لأن السنة الذين هم في الحكومة هم جزء من مشروع إيران ولم يظهروا سنيتهم كما يقول بأي موقف، سواء كان من الدستور أو ملف المعتقلين وكذلك المناصب السياسية، حيث أن من يرشح لمنصب منهم يجب أن يزور إيران وينال الرضا منها لتعيين قبل التعيين، لذلك لن يتغير شيء في المعادلة سوى أن الطائفية المبطنة بالأمس ستكون معلنة غدا. رسالة أخرى يقول: هذا الكلام منطقي إذا كان للعراق دولة وسياسيين، لكن القائمين على الحكم عصابة، وصفهم بريمر لصوص منافقين، وكذلك ترامب وصفهم باللصوص، وحسين هيكل الكاتب المصري محمد حسنين هيكل وصفهم باللصوص، كل وسائل الإعلام العالمية وصفتهم بذات الوصف، وأيضا هم فيما بينهم يؤكدون لصوصيتهم وفشلهم ولا زالوا يسوقون أنفسهم على أنهم منقذون، فسلت بضاعتهم بنظر العقلاء ولن يعد التلميع مجدي. رسالة أخرى يقول: متى تصحوا يا أبناء العراق على ما يحيط بكم من عصابات مجرمة تخطط للعودة مرة أخرى، وها هو المالكي كما يقول بكل وقاحة يروج للتمسك بالسلطة. يعني يقول على حسام، يعني يرد على حسام وهو من ميسان. يقول في رسالة أخرى يقول: أخي، هذه الميليشيات كلها إيرانية وعلى رأسهم نور المالكي، والقتل والخطف كله بأمر المالكي وقاسم سليماني القائد. العلة في العراق هو الرئيس الحاكم المدني بالعراق، إذا مو إيران ترفع إيدها عن العراق ما يصير النشارة، وإيران إذا الشيعة والسنة صاروا إيد وحدة نقدر نطلع إيران من بلدنا. بس مع الأسف يقول كل من دخل العملية السياسية، رسالة أخرى وهو أبو العربة من النجف: كل من دخل العملية السياسية التي جاء بها الاحتلال فهو مدان ومجرم أمثال المالكي وكل من دخل فيها. رسالة أخرى يقول: السلام عليكم، والله شعب مصدق أكو انتخابات، مع الأسف عبارة عن اتفاق من 2003 إلى اليوم بين أمريكا وإيران، لكن الحقيقة مرة، وأنا ابن الجنوب، نصف أهل الجنوب ميليشيات، واقع مع شديد الأسف إذا تكلمت معهم اتهموك بعثي علماني وهابي. أخوكم متابعكم أبو الغيرة العربي. يقول: السلام عليكم، في موضوع انتخابات العراق وجه كلمة للشعب العراق: اتقوا الله في العراق، لا الأحزاب راح تنهي. يقول: هاي الأحزاب راح تنهي العراق نهائيا، وبالنسبة لنوري المالكي في الدستور لا يجوز تولي ولاية ثالثة، ويا شعب اترك الأحزاب الإسلامية وشكرا. في رسالة أخرى أبو حسام النعيم من بغداد يقول: تحية لحضرتك أستاذ عمر ولكادر القناة، ليعلم الشعب
العراقي بأن سبب دمار العراق وضياع ثرواته وقتل عشرات الآلاف من العراقيين وتهجير 7 ملايين مواطن عراقي ونهب خيرات العراق وضياع 1,000 مليار دولار من أموال الشعب وتسليم ثلث مساحة العراق لتنظيم الدولة وغيرها هو نوري المالكي حسب الله ونعم الوكيل يقول عليه وعلى أتباعه وعلى أمريكا وإيران. معنا اتصال. احنا ما بقى وقت في البرنامج للأسف أعزائي المشاهدين. تحدثنا في هذه الحلقة عن موضوع الأغلبية السياسية التي طرحها نائب رئيس الجمهورية الحالي نوري المالكي ورئيس الوزراء السابق، تحدث عن الأغلبية السياسية ويجب أن تكون المرحلة المقبلة لحكومة أغلبية سياسية لبناء كما يقول البلد وكفى للحكومات التوافقية كما قال. شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله.